بحث عن الفيرتيليتي والبيشنت سكوت بريجننت، اهم حاجه تشوف فيه انوميلز ولا لا، الانوميلز بتزيد شويه مع السكسسفول بريجننسي. فبنعمل في الفيرست تريمستر، بنعمل سكند تريمستر، بنعمل الترا ساوند. فهي كل يهمها في الترا ساوند 3 دي في السكند تريمستر 20 ويك سكان 24 ويك سكان، انها تشوف وش البيبي. فاحنا قلنا هوريك اشكالها، هنقول هوريك وش البيبي، وطبعا بيبقى شكله غريب جدا، هوريك اشكال ليه كده. وبالصدفه بقى كمان بتشوف بقى حاجات ثانيه عن السيرفس اوف ذا بيبي، سيرفس اوف ذا فيس، سيرفس اوف ذا نيك، سيرفس اوف ذا تشست والابدومين والرجلين، كل حاجه. فالمحاضره دي على السيرفس سيستيك ليجنز نقطه شبه 3 دي اكتر صعب. ايه الامبورتنس ان احنا بري نيتال دايجنوز اوف فيتال انوماليز؟ كذا حاجه. عندنا تايم فور كونسلنج للمذر نفسها والفاذر، بيبدا عنده كذا في الانسنس بتاع حاجه ديت كذا، وان هو يحصل له كيور او تريتمنت بعد الدليفري كذا، والريكارنس ريت بتاعه كذا. الكونسلنج بري امبورتنت ان احنا تعرف البيبي اللي عندها دوت فيه ايه. الحاجه الثانيه التايم اند مود اوف دليفري، في حاجات مش تستنى عليها لازم نولده ات سيرتن تايم. والتالت حاجه دليفري ات اوي بريبيرد سنتر، سم تايمز وي نيد اميديت بوست دليفري انترفنشن، سيرجن انترفنشن، عشان كده نبقى في مكان هنعمل راجل فين. واخر حاجه اوبورتيونتي فور ايرجنت ميديكال او سيرجيكال كير. الاتر ساوند ايمج بارتز اللي اعرف بنستعملها في دايما عشان تكتب فيتا انوماليز، ايدر 2 دي او 3 دي 4 دي، ودلوقتي ال 5 دي اللي طالع دوت الكلر فرو مابينج اند دوبلر، دي الحكايه اللي احنا قاعدين عنها لحد دلوقتي. ال 2 دي الترا ساوند از ذا بيزس فور ايفاليويشن اوف فيتا انوماليز، احنا دايما بنقعد نشتغل على ال 2 دي كده طالع دوبلر كلها، واخر حاجه خالص ما قلناش حاجه نقولها صوت بيبي حاجه، هو شكله بيلعب ازاي وشه ازاي وكذا حاجات كده. نفرحها دوت 3 دي، بس طبعا 2 دي هو المين مين موداليتي اللي احنا بنبص عليها على الانوماليز. 3 طبعا مهم قوي انكريز الافيكس بتاعتنا سبيشالي في السيرفس انوماليز، هنتكلم عليه دلوقتي حالا. So it is recommended to be used as a supportive method for standard 2D. الفيتال سيرفس سيستيك ليجنز